الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 25 بحثاً منشوراً دولياً، أكثر من 100 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا في عالم الناس الحلوة. النهاردة عيون، والنهاردة يعني واحد من أعمدة الثقافة الطبية المصرية، أعمدة الناس الحلوة، النهاردة ضيفي. وكمان الموضوع النهاردة موضوع يهم سكيل واسع، لأنه كثير من الناس عملت ليزك، كثير من الناس ناوية تعمل ليزك، كثير من الناس عملت وبتتابع، لأنه ده برضو يعني لازم يبقى في الثقافة. أنا عملت ليزك، هل لازم أعمل تشيك أب؟ ده من ضمن الأسئلة اللي هسألها لضيفي، يمكن هبدأ بيها كمان، يعني مش نهاية العلاقة بيننا أن أنا أعمل ليزك وأروح خلاص. هل أتابع؟ طب كل قد إيه أتابع؟ طالما الحمد لله ما فيش مشاكل أعمل سيرفس، يعني أجي بقى كل مثلا سنة سنتين عن نفهم. لكن عنواننا النهاردة عمليات الليزك وما يحدث حولها. يعني إيه؟ هنجهز العملية إزاي؟ عملية ثم ما بعد العملية ممكن تحصل تظبيطات، مين أعلى من مين في الأنواع، ده كلام مهم جدا. لكن خلي بالكم، الناس كتير معتقدة مثلا التلفزيون بيأثر على النظر. هو الحقيقة علميا، وبرضو ضيفي هيصحح المعلومات دي، إن التلفزيون أو الكمبيوتر ما بيسحبش النظر، لكن ممكن يسبب مشاكل تانية في العين زي جفاف العين، يزود الجفاف، يخليه أسوأ، وده ممكن يعمل تشويش في الرؤية أو مشاكل في الرؤية. الإضاءة الخافتة، الناس كتير تقول لواحد يدخل على أوضة مثلا، واحد قاعد في الأوضة تقول له أنت موطي النور ليه؟ الإضاءة الخافتة دي بتضعف النظر. برضو التصحيح، هي مش بتضعف النظر، هي بتسبب إجهاد لعضلة العين. الجزر ما بيقويش النظر، يعني اللي عنده -7 هياكل جزر مش هيبقى -3، أو لو ما كلش جزر في حياته 7 دي هتحول ل9. الكحل ما بيفتش العين في أي شيء، ما بيعالجش أي حاجة في العين، لأن في معتقدات دي موجودة في حتت كتيرة، وخصوصا مثلا في سينا، في البدو، في عندنا في العرب عموما عندهم اعتقاد في الكحل قوي، وفي الحتت الشعبية عندهم اعتقاد في الكحل مهم قوي. برضو يعني هل السهر بيأثر؟ حاجات كتيرة. كلمة ضعف الإبصار دي كلمة احنا بأي حاجة بنعملها بنقول لها بتضعف العين. مين اللي بيضعف؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع مصريا وعربيا وعالميا في عالم جراحات العيون، اللي بنفتخر جدا بالحوار معه وبوجوده كركن ركين أساسي في الناس الحلوة، والدكتور ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عساف، اللي بسعد جدا بزيارته وكالعادة يعني بشياكته. واحد من المتنافسين. لا 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 لا، واحد من قمم الشياكة يعني. الله يخليك، ده من ذوقك. نور دكتور أحمد. أنت الناس الحلوة بتشوف كل حاجة حلوة. ربنا يخليك لي. أنا بقى عايز أبدأ بس بالحتة دي قبل ما أدخل النهاردة في حلقة طويلة وفيها مضمون مهم قوي، لكن هل فعلا التلفزيون والإضاءة الخافتة بتأثر على العين؟ لا، زي ما احنا قلنا كده. لا لا لا، هي بيجهد العين. يعني انا دايما اجهد للعين، ان هو مهما كان التلفزيون هي عباره عن شاشه، عباره عن بيكسل صغيره عشان تكون الصوره، ويندرج تحتيه كمان الموبايل والكمبيوتر والايباد، كلهم حاجات بيكسلز، فبالتالي بتبذل مجهود انت حضرتك علشان تفسر الصوره اللي قدامك او تفسر الكلام اللي قدامك. بيبقى العلاقه ما بين العين وما بين المخ، يعني زي ما يكون يعني الاثنين بيشتغلوا مع بعض جامد قوي علشان يفسر الحاجه اللي قدامه، من غير انت ما تعرف او من غير ما انت تحس، غصب عننا بان احنا بنقلل معدل البربشه بتاعت العين. يعني المفروض ان انا اقفل عينيا وافتحها كامله كذا مرة في الدقيقة، حوالي 18 مرة مثلا، أو ممكن يكون أكتر أو أقل شوية صغيرين. لا، إحنا ممكن إحنا منبهرين باللي إحنا بنشوفه بالعشاشة فنعمل كده. هو ده
يعمل جفاف على طول، يعني يخلي الدموع تتبخر بسرعه، وبالتالي تحس بحرقان، تحس بزغلله في العين. كمان في نفس الوقت العضلات اللي جوه العين بتحاول تعمل فوكس على مسافه محدده طول الوقت، بتجهد بعد عدد معين من الساعات، فممكن تحس برضو ان نظرك مش قوي زي الاول. مش معنى كده النظر راح او اتسحب النظر زي ما بيتقال بالعاميه، لكن هو بيبقى فيه شويه اجهاد في العين، مجرد ساعه او ساعتين تريح فيهم او تنام شويه صغيرين تصحى تبقى زي الفل. السوشيال ميديا ليها ايادي سوداء على الطب بشكل غير عادي، انا شايف كده. من ناحية إشاعات، من ناحية الحاجات اللي بتطلع. ما هو ده طبعا للأسف يعني طبعا، بس احنا دورنا ان احنا نحاول نوضح الـ 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 الصح، المعلومة الصح، ومش كل المعلومات طبعا على السوشيال ميديا بتكون مظبوطة، يعني نسبة كبيرة منها بتكون غلط. يعني مثلا انا بعتقد انه في مثلا حتت معينة او لصالح حد معين بدأوا يقولوا جمل غريبة، مثلا منظمة الصحة والـ FDA بتعلق على الليزك تعليقات معينة. ده انتشر من فترة فعلا ان هو ان الـ FDA اللي هي منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية منعت الليزك. طبعا طبعا حاجة زي كده احنا كدكاترة هنعرف قبل اي حاجة، يعني هو مش هيمنع الليزك ويسيبنا احنا شغالين، هو هيبعت لنا اي حاجة، منشور دولي اي حاجة، يا دكاترة وقفوا ما تعملوش ليزك. لكن نصحى الصبح نلاقي في حاجة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي ان الليزك خلاص بقى محرم دوليا. طبعا احنا دخلنا وبعتنا وشفنا. هي القصة ببساطة شديدة ان في دكتور من الدكاترة اللي هم ادوا تصريح بعمليات الليزك سنة 1999، يعني الليزك واخد تصريح في امريكا من سنة 1999، في دكتور قال احنا لازم نراجع الموضوع ده علشان في مشاكل ظهرت من الليزك، لان اي حد بقى يعمل ليزك، اي حد من مقصود بيه اي مريض واي دكتور بقى يمد ايده يعمل ليزك، فقال لا احنا لازم نراجع، يعني نحطه في بوتقة او في منظومة معينة على اساس ان احنا نضمن نتائج احسن من دلوقتي. هو يقصد اي دكتور عيون. بالظبط، لانه مش اي دكتور عيون برضه يعمل. بالظبط بالظبط، فهو ما حرمش ولا اتمنع ولا الكلام ده، والليزك حتى هذه اللحظه بيتعمل في اوروبا وامريكا والدول المتقدمه، يعني مفيش فيه حاجه. هو صحه عالميه كبيره طبعا يعني. هو التصحيح ده معناها اللي هو زي ما بيقول اعاده ترخيص الامور، يعني عايز يقننها بصوره تانية، بحيث انه مش إن اولا الليزك بيبقى فيه جفاف في العين، الليزك ممكن يبقى فيه تدهور في النظر لو العملية تمت بصورة خاطئة، لو العملية تمت في عين ما ينفع عليهاش ليزك، فهو بس عايز ينظم الموضوع ده شوية. دي كل القصة، ودي حاجة مهمة، أنا شايف إن دي حاجة مهمة جدا، علشان إن الليزك من أنجح عمليات العيون، يعني تقريبا من أول ما اتعملت تخصص طب وجراحة العيون دي أنجح العمليات وأشهر عمليات بتتعمل على مستوى العالم، فبالتالي مش ممكن هي تمنع أو يحرم دوليا إلا لو في مشاكل. في مشاكل طبعا بعد العملية بنتيجة ممارسات خاطئة معظمها، مش نتيجة عيب في العملية نفسها. طيب يبقى سؤالي له شقين، ماذا يحدث بعد عملية الليزك في الحالتين؟ في حالة لو حد مش مؤهل قوي، مش متخصص في الليزك، هو دكتور عيون بس مش متخصص في الليزك عملها، او حتى لو متخصص وعملها بس في اكيد اي شيء في اي بروسيدر في الدنيا له حاجات ممكن متوقعه، شويه جفاف، شويه مشاكل في الاضاءه، نفهم دي ونفهم دي. خلينا ناخد الشق الاولاني، الشق الثاني اسف، اللي هو المريض عمل عمليه ناجحه جدا مع دكتور استشاري او مع دكتور متخصص في الليزك، وهو فاهم هو بيعمل ايه، والعين ينفع لها الليزك، وكل شيء مشي كويس. مش هيبقى تاني يوم على طول يعني شايف بنسبه 100%، لازم يتوقع ان يبقى في شويه جفاف، في شويه احمرار، في شويه حرقان في العين. بعض الناس بيحسوا باعراض جفاف، اعراض الجفاف دي بتتراوح ما بين احساس بالحرقان في العين، احساس بساعات شبوره في العين، احساس ان هو ممكن يكون عينيه حمراء. فلازم يتوقع المريض ان بعد العمليه هيبقى في مرحله او في فتره نقاهه، مش هيبقى النظر 6/6، ما يتوقعش ان هو يطلع من الليزر تحت جهاز الليزر وينزل يسوق العربية مرة واحدة، لا هيبقى الرؤية مش واضحة، في ضبابية في الرؤية، يمكن يكون أحسن من قبل ما كان داخل العملية، لكن مستوى النظر برضو يكون فيه شوية شبورة، فبنقوله ما فيش داعي تنزل تسوق العربية على طول. فلازم يتوقع ان يبقى فيه شوية احمرار في العين، في شوية حرقان في العين،
في شويه شكه، ممكن يحس كان في حصوايه او رمش غريب موجود في العين، وممكن يكون في ضبابيه كمان في الرؤيه. دي اربع حاجات لازم كل مريض هيعمل عمليه الليزك ولو هي ناجحه 100% هيحس بيها. هيحس بيها تتراوح ما بين فتره 4 ساعات 6 ساعات يوم يومين، وتتلاشى تدريجيا. هي مش هيصحى من النوم مره واحده يلاقي الاعراض دي راحت خالص، لا، ممكن تقعد معاه شويه وتتلاشى تدريجيا. بعد كده هوت بيبقى في جفاف في العين، اعراض الجفاف هتلاقيها بتروح وتيجي كل شويه، اللي هي احمرار والحرقان والشكشك. من حين لاخر لازم يستخدم قطرات الترطيب، لان هو الجفاف ممكن يستمر بعد العمليه من شهرين الى 6 شهور. يعني في جفاف هيبقى موجود في العين من 2 إلى 6 شهور، ودور الطبيب هو يحدد هل مستوى الجفاف اللي قبل العملية يناسب الليزك ولا يحب يعمل عملية تانية علشان مستوى الجفاف اللي في العين دي عالي ما يتناسبش مع الليزك. يبقى عايزين نوضح نقطة هنا، هوت إن الليزك هيعمل جفاف في العين، فلو العين ما فيهاش جفاف قبل العملية هيبقى في نسبة معينة من الجفاف بعد العملية تستمر من 2 إلى 6 شهور وخلاص. احنا عادة معظمنا بنسبة 99% عندنا جفاف نتيجة الحياة العصرية اللي احنا بنعيش، كلنا بنقعد على الموبايل والكمبيوتر وبنقرأ والايباد والتكييف والحاجات دي كلها، وبنسهر كتير والتلوث والتراب والعفار والحاجات دي كلها، فعندنا نسبة جفاف. فهي لو كان نسبة الجفاف محدودة بحيث يسمح معاها عمل الليزك مفيش مشكلة، هتحس بأعراض الجفاف زايدة شوية بعد العملية وتتلاشى تدريجيا بعد كده. لو نسبة الجفاف عالية قوي يبقى هنا في هذه الحالة بنستبعد الليزك، أو لازم نعالج الجفاف بصورة قاسية جدا قبل العملية، قبل ما ناخد قرار لعمل عملية الليزك. فأي مريض هيعمل عملية ليزك لازم يتوقع فيه فترة نقاهة. فترة النقاهة دي مهمة جدا، أشهر حاجة فترة النقاهة هي الجفاف بتاع العين. مهم جدا كمان هو ما يدعكش دفع عينيه، الايد مصدر تلوث ممكن ينقل الميكروبات يحطها على عينيه، حتى لو كانت ايديه نظيفه او بيغسلها بميه صابون كويس قوي، مهما كان هي مصدر تلوث. حاجه تانية، الانسجه لسه ما التئمتش بصوره كامله، فبالتالي ده ممكن يحرك الانسجه من مكانها يدخل نفسه في مشاكل ملهاش لازمه. نيجي بقى طيب. اللي هو الجزء بقى اللي هو ده الجزء الحلو، ده جزء اللي هو طبيعي، طبيعي جدا ومفيش اي مشكله، وكل الحاجات اللي احنا قلناها كلها حاجات سيمبل، وزي ما حضرتك قلت كلها حاجات مؤقته، يعني في كام يوم هيختفوا. لو العين بقى ما ينفع لهاش ليزك، لو واحد بقى ما خدش باله، يعني ما خدش باله عملها لحد ما ينفعلوش مثلا، مش محترف مثلا، نفترض. فبالتالي هي الاعراض دي هيمر بيها برضو كلها كانها العمليه ناجحه وزي الفل ما فيش مشكله، لكن مشاكل بتظهر بعد كده اهوت. بعد كده هوت ازاي؟ اولا لو كانت نسبه الجفاف كانت عاليه قوي قبل العمليه، فاعراض الجفاف هتستمر معاه اكتر فتره طويله، وبالتالي هيبقى مستوى الرؤيه مش حلو. اهم طبقه غير القرنيه وغير العدسه بتاعت العين علشان اشوف كويس طبقه الدموع. طبقه الدموع مهمه جدا علشان انكسار الاشعه جوه العين تكون منتظم. فلو طبقه الدموع دي فيها نقص شديد اللي هو جفاف شديد، يبقى هنا هوت انا مش هشوف كويس، فدي هتستمر معاه فتره اطول. الحاجه الثانيه، لو هو القرنيه نفسها كنسيج رخو او ضعيف وتعمل ليزك، هيحصل تمدد في نسيج القرنيه. التمدد ده مش هيحصل ما بين يوم ولا اتنين ولا شهر ولا شهرين، لا، ممكن بعد 6 شهور، بعد سنه سنتين، المريض يحس بتدهور في النظر وتدهور سريع، ويكتشف بعد كده انه محتاج يلبس نظاره، وقد يكون المقاس النظاره اللي هيلبسها أسوأ من النظارة اللي كان لابسها قبل كده، لأن القرنية فيها ضعف، فيها ضعف من الأول، وبالتالي انبعاج، حصل تمدد فيها وحصل انبعاج، بالظبط زي ما بعض الناس بيجي لهم حاجة اسمها قرنية مخروطية. قرنية مخروطية هو ضعف طبيعي، هو ضعف، آسف، المريض نفسه مولود بضعف في القرنية نتيجة عوامل وراثية، فبيحصل لها تمدد من غير ما يحصل، من غير ما نعمل له عملية خالص. لكن في قرنيات هي من الأول ماسكة نفسها وخيرها كافي شرها، هتيجي تلمسها بالليزر يحصل التمدد في الأنسجة وتتحول إلى ما يشبه القرنية المخروطية، والمريض هنا يكتشف إن في تدهور سريع في النظر بتاعه. ودي بتبقى بنشوفها كتير قوي، بالذات الليزك مش الفيمتو ليزك، لأن الليزك أنا بستخدم مشرط في خطوة من خطوات العملية. المشرط ساعات بيشيل طبقة سميكة من القرنية أكتر ما كنت أنا مخطط لها. فمهم جدا إن احنا نعرف أنهي واحد يناسبه الليزك وأنهي عين يناسبها الليزك،
والتكنولوجيا اللي هنستخدمها وقت العملية نستخدم أعلى تكنولوجيا موجودة علشان نضمن أحسن نتيجة ممكنة. ممكن ده السؤال التاني بقى، لأنه دايما ناس بتسأل السؤال المشهور أو أعمل إيه، ليزك ولا فيمتو ليزك ولا بي أر كي ولا فيمتو سمايل؟ الأنواع دي بنسيبها دايما للدكتور، هو اللي بيحدد الأنسب. هناخد أمثلة سريعة كده. هوت الليزر السطحي هو ظهر قبل الليزك بالمناسبة، اللي هو البي ار كي، اللي هو البي ار كي. بس هو طبعا دلوقتي فيه حصل تطور كبير قوي دلوقتي وبقى يعني متقدم جدا. فالبي ار كي ان انا اللي هو ان انا بسلط شعاع الليزر على سطح القرنية، بنشيل بس شوية الخلايا بتاعة الخلايا، بس طبقة بسيطة من الخلايا. طبعا ده قديم، يعني احنا كده كنا بالاول بنشيلها بحاجة كده زي مكنسة، لا دلوقتي بقينا هنشيلها بالليزر نفسه. وبعد كده شعاع الليزر ينزل يصلح سطح يصلح عيوب الابصار على سطح القرنيه. الليزك لازم اعمل قطع في القرنيه، انا ببعد المنطقه او الطبقه الحساسه اللي فيها الاعصاب بتاعه القرنيه، دي الطبقه السطحيه اللي فيها الاعصاب اللي هي المريض هيحس بالالم، بنبعدها عن مسار الليزر. فبنعمل قطع بالفيمتو ليزر بهذا الشكل كده. هو كنا زمان بنعمله بالمشرط، بقينا دلوقتي نعمله بالفيمتو ليزر. وبعد كده المريض بيتحط تحت جهاز ليزر تاني اسمه اكزيما ليزر علشان يصلح عيوب الابصار. بعد ما بنخلص بنرجع الشريحه دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل اللي هو ظهر ان انا نفس الطريقه، ان انا بشكل او بغير تحدب القرنيه عن طريق ان اعمل قطع بس على مستويين جوه القرنيه، مش مستوى واحد، مستويين، كاني بشيل عدسه من جوه القرنيه نفسها. بس الميزه هنا هوت ان انا ما لمستش الطبقه بتاعت الاعصاب خالص ولا عملت فيها اي قطع خالص، انا نزلت تحتيها. فهنا هو الفيمتو سمايل ممكن يكون أنسب للناس اللي عندهم جفاف العين. خلاص دي رقم واحد. فلو واحد عنده جفاف عين وإحنا شايفين إن هو يعني الفيمتو ليزك أو الليزك مش هيبقى مناسب بالنسبة له، فإحنا ممكن نفكر في الفيمتو سمايل. لو لقينا القرنية نفسها طبيعية جدا ما فيهاش مشاكل خالص بس هي رفيعة شوية، بنفضل ان احنا ما نعملش قطع في القرنية، بنفضل ان احنا نستبعد الفيمتو سمايل ونستبعد الليزك او الفيمتو ليزك، ونعمل هنا في هذه الحالة الليزر سطحي. بس بننبه ان المريض احنا هننزل شعاع الليزر على سطح القرنية اللي هي المنطقة اللي فيها طبقة الاعصاب اللي هي تحس بالالم بعد العملية، فبننبه المريض ان فترة النقاهة هتبقى سخيفة شوية، في شوية حرقان وشكشكة في العين 4-5 ايام، في شبورة في العين عبال ما الانسجة تلتئم تانية، تقعد حوالي اسبوع او اسبوعين. لازم المريض يبقى عارف الكلام ده علشان يبقى عامل حسابه اذا كان عنده سفر ولا حاجة زي كده يأجله، او يختار توقيت العملية بما يتناسب مع شغله علشان يعرف ياخد اجازة من الشغل بتاعه. فالاختيارات العملية هنا بتعتمد على الطبيب الجراح. ممكن نستبعد كل الكلام ده ونقول احنا هنعمل زرع عدسه، يعني ممكن نستبعد كل الليزر وفيمتو ليزك والليزر السطحي، ما ينفعش ولا حاجه من دول، وانسب حاجه للمريض في هذه الحاله نعمله زرع عدسه. فالاختيارات طبعا لازم تكون للجراح نفسه. هو ده كان سؤالي، يعني امتى بقى هروح لزرع العدسه مثلا؟ اعتقد الموضوع محتاج حلقه لوحده، لانه زراعه الحساسيه دي حلقه، واضح انه احتياجاتنا دلوقتي لزراعة العدسة بقت كتيرة، لأنه ناس كتير من النظارها بقى سالب 11 و12 و13 و15 محتاجين يقلعوا النظارة، وبنعملها زرع عدسات لسالب 2 وسالب 3 وسالب 4، ما بقتش سالب 11 بالظبط. لأن هو الموضوع العدسات كمان تقدمت جدا، وفترة النقاهة بقت سريعة قوي، وبتتزرع من زرع من فتحة صغيرة جدا. وعلشان نسبة أو معدل انتشار جفاف العين منتشر جدا بيننا كلنا بسبب الحياة العصرية بتاعتنا، فإحنا بنفضل إن احنا نعمل عملية ما تؤديش إلى حدوث جفاف بعد العملية حتى لو فترة مؤقتة. فبقينا نستبعد كمان يعني معدل حتى إن احنا نستخدم الليزر في تصحيح الإبصار زي الليزك والليزر السطحي، لو قارناه من 20 سنة فاتت لدلوقتي لا المعدل قل، والكفة دلوقتي ما يتمشي أكتر في ناحية زرع العدسات أكتر. عايز أوضح بس نقطة، إن إحنا زرع العدسات إحنا نقصد إن إحنا بنحط عدسة فوق عدسة العين، مش بنشيل عدسة العين الأصلية ونحط مكانها عدسة تانية، دي عملية المية البيضة. لكن أنا بتعامل مع شخص ما عندوش مية بيضة، عنده 20 سنة أو 30 سنة، فأنا بحط عدسة فوق عدسة العين الأصلية، بدل ما يبقى عدسة لاصقة أو عدسة في صورة نظارة بحطها فوق عدسة العين. العملية دي بقت ناجحة جدا، بقينا نعملها كتير بمعدل أكتر بكتير من 10 سنين اللي فاتت. هروح بقى لسؤال محاكاة،
سؤال بيحكي لنا قصة مهمة من قصص العيون. تعالوا نشوف مع بعض. دكتور، أنا بقالي سنين، يمكن أكتر من 10 سنين، بستخدم عدسات لاصقة لأني بفضلها أكتر من النظارات. دلوقتي عايز أبطل أستخدمها خالص وأعمل تصحيح إبصار، بس قريت على النت أنه في تعارض بين الاستخدام الطويل للعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح الإبصار، هل ده صحيح؟ ده سؤال برضو منتشر قوي، لأنه في ناس معتقدة يعني أنه طالما لبس عدسة فترات طويلة، عدسة لاصقة، هيبقى صعب أن يعمل تصحيح إبصار. لا، هو كل المشكلة أن لبس العدسات بالذات لفترات طويلة بيغير شكل القرنية، يعني القرنية كسطح خارجي احنا بنحط عليه العدسة اللاصقة بتغير شكل القرنية، فبتدينا أشكال مختلفة من القرنية، ما بتبقاش أشكال طبيعية. يعني ما أقدرش أبني عليها قرار لعمل عملية الإصلاح الإبصار والمريض لسه قلع العدسات. فلو هو بيلبس عدسات فترات طويلة يبقى مطلوب منه يقلع العدسات لفترة تمتد الأسبوعين قبل ما يعمل فحوصات الليزك، فما فيش أي معارضة ما بين لبس العدسات وعمليات إصلاح الإبصار، لكن مفروض أن يبقى في فترة في النص تتخللها عدم لبس العدسات خالص، تتراوح ما بين أسبوع أسبوعين ساعات 3 أسابيع أو 4 أسابيع على حسب هو كان بيلبس العدسات فترة بقالها قد إيه أو عدد ساعات كبير في اليوم، علشان نعرف نعمل فحوصات مظبوطة وناخد القرار بصورة مظبوطة. قبل أن نذهب إلى فقرة الأفلام، عايز الفقرة اللي بخاف منها دي أفلام مهمة، عايز نلخص للناس المضمون المهم اللي احنا جايين النهاردة نقوله. عايز أوضح للناس إن هو الليزك، أولاً السؤال بتاع حضرتك بتاع منظمة الأغذية والصحة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA، لا، الليزك ما تمنعش، الليزك موجود ومنتشر وبيتعمل حتى هذه اللحظة. الليزك من أنجح العمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم في العيون، والفيصل في نجاح العملية هو خبرة الجراح والأجهزة المستخدمة. ده أهم حاجة. طيب، من الذي يوضع خلف القضبة؟ تصرف معين اللي عمله يستدعي ان هو يتحط خلف القبة بلا دبلوماسية. ما تعمل ليزك في الاطفال ده يتحط خلف القبة طبعا، يعني هروح له عايز خلف القبة انا عايز اوضح بس احنا بنعمل ليزك في الاطفال في شروط محدده، لما يكون في اختلافات في الابصار ما بين عين وعين، واحنا هنا بنعملها علشان نقرب المسافات شويه ما بين العين اليمين والعين الشمال، مش عشان المريض يقلع النظارة، عشان بس نعرف نلبس النظارة، ولا عشان يعالج له الحول. لا طبعا. حول ايه يعني. فالاطفال الصغيرين، الطفل زي ما هو طفل النهارده طوله 110 سنتي، بعد شويه 120، بعد شويه هيبقى متر و60 متر و70 متر و80 سنتي، العين نفسها كمان ابعادها بتتغير ومقاساتها بتتغير، وبالتالي مقاس النظاره بيتغير بسرعه جدا في الاطفال، ولغايه يستمر هذا التغير حتى بعد مرحله بلوغ بحاجه بسيطه. فبالتالي انا هعمل ليزك النهارده على مقاس مش هو ده المقاس اللي هيعيش بيه المريض طول حياته، فبالتالي انا بدمر له الفكرة بتاعت ان هو يقلع نظارة خاص. الطفل الصغير لو عملت له ليزك وطفل صغير في مرحلة النمو هيلبس نظارة بعد كده، وده أكيد 100%. الحاجة التانية اللي عايز أوضحها برضو مهمة جدا، ان الفحوصات اللي بنعملها قبل العملية، الفحوصات دي بتتطلب ان احنا المريض يكون متعاون معانا. الأطفال الصغيرين مش بيبقوا متعاونين وقت لما بناخد الفحوصات. الحاجة الأخيرة ان فترة النقاهة بعد العملية ليها شروط، بنقول للمريض ما تدعكش ديك في عينيك، ما تحط الأطراف بانتظام. الطفل الصغير صعب ان انت تسيطر عليه في الموضوع ده، فانت بتعرضه لخطر شديد جدا بعد العمليه بدون اي داعي. طبعا الجزء الاول هو الاهم، الجزئين التانيين مهمين جدا، بس الجزء الاولاني في الكلام واضح جدا، ده يعني مش هنقدر نتفاداه، اللي هو ان فعلا الطفل ده هيلبس نظاره بعد كده اهوت، ومش هتتحسن العمليه، ومفيش ليزر لعلاج الحول ده. لا، هو الحول، اصل هو الحول حضرتك فيه انواع على فكره، خلينا واضحين، في انواع من الحول بتتعالج بنظاره، اللي بيبقى عندهم طول نظر، فانت بتعوض طول النظر ده بنظاره. طب في ناس يقول لك طب ما نقلع النظاره ونعمله ليزر. لا، هو طول النظر ده بيتحسن تدريجيا مع السن، يعني النهارده الطفل بيلبس نظاره زائد 4، بعد سنة هيلبس نظارة زائد 3، بعد سنة هيلبس نظارة زائد 2، بعد سنة تلاقي مش بيلبس نظارة خالص والحول اتظبط لوحده، لأن هو مرتبط بوجود طول النظر. طول النظر ما بيتحسن هيتحسن مع الحول، فهو هيتحسن تلقائيا لوحده. ده في بعض الحالات طبعا،
لكن انا اروح اعمل ليزك علشان اصلح الحول ده طبعا. طب في انواع ثانيه من الحول ما بتتصلحش اساسا بالنضاره خالص، ده محتاجه عمليه حول مش عمليه جراحه عضلات. عمليه جراحه على العضلات، على العضلات مش ليزك، مش ليزك، دي عمليه جراحه على العضلات. بالزبط. عضله نفسها بالزبط. قصيره هشدها او طويله هشدها، قصيره هفردها، حاجات تانية خالص. طيب البركان عندنا اللي هو البركان انت عارف طبيعته ممكن ينفجر في اي لحظه، فايه هو الحاله اللي انت بتشبهها بالبركان انت تتوقع ان ممكن تعمل مشاكل بعد كده؟ ده البركان اللي هو لا قدر بيبقى تلوث بعد بعد العمليه. دي بتبقى مشكله طبعا، يعني عشان كده احنا بنستخدم الات دايما تكون ديسبوزبل، حاجات كلها بتستخدم مره واحده وتترمي على طول. الحمد لله ان النسبه اللي هي نسبه التلوث على مستوى العالم يعني حوالي واحد من 100%، يعني واحد في 10,000. معنى كده ان كل 10,000 عين ممكن حالة منهم يحصل فيها تلوث. طبعا مهم جدا ان احنا نعالج الموضوع ده بسرعة علشان نضمن احسن نتيجة ممكنة والمريض يستعيد بصره بسرعة. دي طبعا اسوأ حاجة احنا بنخاف منها. الخديعة الكبرى دي أسئلة صعبة أول مرة دي، كلها حاجات ما فيش تجربة. الخديعة الكبرى إن هو هقولها زي ما قلت المرة اللي فاتت، تلوين العين. خديعة ده خدعة، خدعة كبرى، خدعة كبرى، جريمة كبرى. أنا عايز أوضح إن لون العين هي عبارة عن القزحية، ده نسيج جوه العين مش عدسة. يعني في ناس فاكرة إن في عدسة جوه العين هي اللي بتدي اللون، لا، العدسة اللي ربنا خلينا بيها هي عدسة شفافة وفي نسيج فوقيها اسمه القزحية، في كمية من الصبغيات بتختلف من شخص للتاني. لو الصبغيات كتيرة بتبقى لون العين أسود أو بني، لو أقل شوية بتبقى أخضر أو أزرق وهكذا. فأنا بغير لون العين أنا بحط فوق هذا النسيج بحط مادة تانية، سيليكون أو بلاستيك أو ماكريليك ولا أوتيفر، فدي مادة غريبة جوه العين ومش في مكانها الحقيقي، فبتعمل مشاكل ضخمة جدا في العين. دي خديعة كبرى، أرجوكوا يعني حاولوا من هذا المنصة من البرنامج ان هو تركزوا على الموضوع ده. لا ان شاء الله كل حلقاتنا نأكد بس عشان كتر التكرار، لانه في ناس بتتفرج على الحلقة دي، في ناس ما تتفرجش على الحلقة اللي فاتت. المرة اللي فاتت تكلمنا برضو على انه عملية تلوين العين دي جريمة، جريمة ضاحكة، جريمة مبكية، لا جريمة مأساة ملهاش معنى، لانه يعني انت لون عينيك اسود حلو جدا عايز تخليه اخضر ليه؟ غير ان هي مضره، يعني هي مش القصه ان انت عايز تخليه اخضر عشان انت نفسك فيه، انت هتتضرر كتير جدا من الحركه دي، من العمليه دي، وممكن تدفع ثمن عينك ان انت ما تشوفش. يعني احنا ما عندناش مانع يغير لون العينيه، ما هو في زي ما الناس بتصغر مناخيرها او تعمل عمليات، ما عنديش اي مشكله، بس لما تكون العمليه امنه. لكن هي العمليه مش امنه ومش معترف بها دوليا يبقى ما فيش داعي نجازف. يعني ثمن هيبقى غالي. بالظبط. تنورتني واسعدتني وكالعاده أمتعتنا بحوار ممتع جدا في أنواع الليزك وما يدور حول الليزك up to date في 2020. كل الأحدث دايما هتلاقوه في الناس الحلوة أكيد مع ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحات العيون، الأستاذ بكل الطب جامعة عين شمس، وأميل كلية الجراحين الملكية البريطانية والجمعية الأمريكية لطب وجراحات العيون والجمعية الأمريكية لجراحات المهل البيضاء والجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار. نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبدعت. الله يخليكم، متشكرين جدا على الاستضافة. ده أنا اللي متشكر جدا. الله يخليك، خليكم دايما مع الناس الحلوة.